السيد القدير. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما ووضع كل شيء مكانه وكبر الإنسان مشرفا وشكل وصوره على صورة نبيه وحبيبه وصفوة خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. إننا بحمد الله وشكره نفرح ونرتاح ونبتهج ونشكر الرشاشة في هذا الحق الكريم حفل وجمع فيه جميع الخلائق والجوائز والكمات، وعلى رأسه السيد الكرام فضيلة الشيخ محمد سراج وفضيلة الشيخ حرام ابن شيخ الإسلام وسعادة الإعلام الشيخ أبو بكر هاشم.